بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. ها هي الأيام دارت دورتها، وها هم حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء هذه الشعيرة المباركة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، لبيك اللهم ذلا وانكسارا. هنيئا لحجاج بيت الله الحرام، هنيئا لضيوف الرحمن، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا، وإن سألوه أعطاهم. الحج بإذن مسبق من الله. روى الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أن علي بن الموفق رحمه الله قال: لما تمت لي 60 حجة قلت في نفسي: أعتذر من الذهاب للحج هذا العام. بعدما حج بيت الله الحرام 60 حجة يعتذر، تراوده نفسه ويحدث نفسه أنه لن يذهب في هذا العام. يقول: فلما نمت سمعت من يقول لي في المنام: يا ابن الموفق، هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ يقول: فقلت: لا. قيل: كذلك بيت الله لا يدعى إليه إلا من أحبه الله. يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا، فالقلب بين رحالكم خلفته، فما لي سوى قلبي وفيك أذبته، وما لي سوى دمعي وفيك سكبته. نعيش معا هذه الدقائق مع هذه الرحلة الروحية. ها هو الموعد قد حان، وها هو اليوم المحدد قد جاء. عليك أن تغتسل وتطيب وأزل كل شعر زائد في جسدك من شعر العانة وشعر الإبط، واغتسل وتطيب بأحسن الطيب، والبس ملابس الإحرام. إن كنت خارجا من بيتك متجها إلى مكة، يعني هتخرج من مصر من المطار إلى جدة إلى مكة، البس الإحرام في البيت أو في المطار، وقل: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ومحلي حيث حبستني. دي مهمة، الجملة الأخيرة دي مهمة، لأن هو أيسر النسك وأيسر أنواع النسك على الحجيج حج التمتع. إن أنت تعمل عمرة ثم تتحلل من الإحرام ثم تلبس ملابس الإحرام مرة أخرى يوم 8 أو يوم 9 ذي الحجة، ده اللي هتعمله بالنسبة للإحرام والغسل للإحرام. هروح فاصل وكمل تاني مع حضراتكم، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.